النهارده وليد سليمان دي واحده طبعا من الموضوعات اللي يعني ما هديناش فيها من امبارح او اول امبارح، لسه بنتكلم عن وليد سليمان. وليد سليمان نجم خلوق، لاعب من طراز فريد. الحملات الممنهجه دي اكيد مش هتاثر لا فيه ولا في النادي. كابتن وليد لاعب كبير، تاريخ طويل، جمهور الاهلي عارف قيمه وليد كويس، دايما مساند ليه. وليد سليمان اللي عنده انتماء للقلعة الحمراء واللي ادى درس يمكن النهارده في الانتماء، بيحاولوا دلوقتي يهزوا صورته ويقولوا كلام غريب جدا بس ده اكيد من رابع المستحيلات. جمهور عارف قيمة وليد سليمان كويس، كل جمهور مصر الحقيقة، كل الجماهير على فكرة مش بس جمهور الاهلي، عارف مين هو وليد سليمان. وعايزين بس نوجه سؤال، هو مين اللاعب او مين اللي بيتعمد اصابة المنافسين؟ بس احنا مش هنتكلم باي طريقة تانية او بلغة الاخر لاننا الاهلي. النهاردة وليد سليمان اصدر بيان عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك. وليد سليمان اتكلم باللغة العربية وتعمد الحقيقة ان هو يتكلم باللغة العربية مش بالعامية، وده على فكرة ده في رسالة كبيرة جدا. بيان وليد سليمان معانا كله هنقراه لحضراتكم برضو عشان اللي مش متابع جيد للسوشيال ميديا. البيان ده كان عنوانه المعاني الإنسانية والحملات اللا أخلاقية، لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية ولأغراض مفضوحة، تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي أعتز به كثيرا محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له، بل وذهبوا وفق طبعا الحملات مش عارفة أشوف الكلام كويس، وفقا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول. في الحقيقة لم أذهب لتقديم واجب الاعتذار، فأنا لم أخطئ ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا، وإلا ما كان رحب بي، ولكن هدفي من الزيارة كان من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الإنسانية والأخلاقية من أجل إبقاء نار الفتنة مشتعلة. وليد سليمان قال: وإلى من يدعون كذبا أنني لاعب أتعمد إصابة زملائي في الملاعب، أذكركم أنني كنت شخصيا ضحية لإصابة خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، أتذكر منها إصابتي في مباراة القمة بكأس مصر بعد تدخل عنيف من شوق السعيد الذي خرج يعترف بأنه تعمد إيذائي، وغبت عن الملاعب أكثر من شهر ونصف الشهر، كذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة في كأس السوبر بالإمارات عام 2016 بسبب تدخل عنيف من كوفي لاعب الزمالك السابق، وغبت عن الملاعب أيضا 3 أشهر. في الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي أحدا بالاعتذار، ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك. الحملات الشخصية ضدي وصلت إلى مرحلة غريبة بل ومضحكة أيضا، بلغت إلى حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي أرتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم القمة الأخيرة أن أخلع الخاتم، ولكنه اندهش لأنني لم أكن أرتديه من الأساس. أتم بيان وليد سليمان: أؤكد لكم أن اللعب برجولة وجدية لا يعني أبدا تعمد إيذاء لاعبي الفرق المنافسة، اعرفوا الفارق أولا قبل أن تتحدثوا وتتهموا، ربنا يهديكم. في الآخر عايز أقول لكم مشاهدينا أن وليد سليمان غير قابل للكسر، وراه 90 مليون مصري بيساندوه وهم حماه وبيدافعوا عنه بكل قوة. دي قصة وليد سليمان. لا طبعا خلينا كمان نفصل شوية قصة وليد سليمان على بيان طويل جدا يا كابتن، بس كان لازم نقوله للمشاهدين طبعا، كلام محترم، وللناس اللي قاعدة في البيوت والناس الكبيرة في السن اللي أنا عارفة أن هم في منهم بالملايين بيتابع التلفزيون طبيعي. ما بيتابعش السوشيال ميديا. لا صح. دي حقيقة. لا دي حقيقة. فلازم كل حاجة تكون بقى ايه؟ ده طبعا باينة للناس. طبعا وليد سليمان، وخلي بالك الحملة على وليد سليمان يمكن جت كمان يعني من بدري شوية يعني.
يعني حملة وليد سليمان دي جزء، غير ده جزء صغير من الحملة الكبيرة، الحملة الإعلامية اللي بيقوم بيها الإعلام، مش هقول الإعلام كاملة لكن جزء كبير من الإعلام ضد كيان النادي الأهلي. ولما بتكلم على كيان النادي الأهلي بما يخص الإدارة وما يخص اللاعبين وما يخص المدربين وما يخص الفنيين، كل من ينتمي للنادي الأهلي، أعتقد في حملة غير مفهومة، حملة ممنهجة زي ما بنقول. لكن بنتكلم إن الحملة دي أنتقد وبقول تاني ناقش، لكن الخروج عن النص وما بين قوسين كده، يعني قلة الأدب في النقد ده غير مقبول، غير مقبول تماما. احنا خلي بالكم احنا مش هنسكت كمان، احنا اتكلم فنيا وقول اللي انت عايزه، اللعيبة فنيا كذا وحشين، المدير الفني أخطأه كذا، كل ده وارد وكل ده قابل للنقاش. لكن الخروج عن النص والدخول في مناطق اعتقد النادي الاهلي اكبر من انه يدخل فيها. والكابتن محمود الخطيب كمان كان بيقول في افتتاحيه الاستاد السلام ان هذا مستوى من التدني، النادي الاهلي مش هينزل له. لكن انا تاني باكد ان الكلام دوت غير مقبول وان احنا مش هنسكت، ولكن لما نيجي هنتكلم هنتكلم تاني بمبادئ النادي الاهلي واخلاقيات النادي الاهلي. عمرنا ما هننجر لهذا الاسلوب الغير رياضي بشكل او باخر، عمرنا ما هنتكلم بشكل غير ملائم. والخروج عن النص مرفوض تماما تماما، وده يعني رساله واضحه للجميع، انك تنتقد، انك تقول رايك، لكن الخروج عن النص ده غير مسموح به نهائي.